اكيوت ليف اليك بوستر بين، هو اكيوت رايت اليك بوستر بين. اوكي، واتس يور ابروش ان امرجنسي يونت؟ إلى تو بيشنتس، واحد من رايت اليك بوستر، واحد من ليفت اليك بوستر. فحصل اكو تندرنس. اوكي، وين راح تكون؟ ايش راح تسوي؟ سيتي ابو رايت اليك بوستر ديز الترا ساوند. ديز الترا ساوند واي ترول اوت تو موست كومن امرجنسي سيرجيكال امرجنسي هو اكيوت ابنسايتس. Ultrasound is diagnosed for acute appendicitis. تمام؟ Left iliac fossa شنو تسمى ultrasound؟ وشنو تعتقد يكون الباثولوجي؟ طبعا اكيد ما راح تنسى يعني بس sophisticated exam يعني هو موجود عندك يعني X-ray, ultrasound, CT scan. Ultrasound simply to rule out hydronephrosis, يعني the suspicion of lower urethral stone. إذا patient جاك التقرير يقول ماكو hydronephrosis والكدني ما فيها شيء ماكو stone بالموضوع. Next step was CT scan. الأيم هو ترول اوت اكيوت ديفيكولايتس. واضح ترول اوت اكيوت ديفيكولايتس. اكيوت ديفيكولايتس هم امرجنسي كونديشن وهم اكيوت كونديشن وهم كومن سواء الالدرلي ولا الانفيشنت. اوكي، بس انت سكان واتس يور فايندينج؟ راح تلاحظ بأنه تسأل سيجمويد كولون وطيت الكونتراست شربت الكونتراست، هذا الكونتراست الأبيض في سيجمويد كولون وهاي الأوت كوتشنج هي كلها دايفرتيكولي وهذا الوول ثيكنينج معناته هاي الدايفرتيكولي صاير بيها انفلاميشن. In simple way left area pusta pain, send the patient for CT scan. Okay? CT scan is diagnostic while investigation of choice build urethric stone. We have exclude shaku build left iliac fossa regarding diverticulitis ولا mass ولا ovarian cyst في female. كلها can be diagnosed for CT scan. Okay? A right iliac fossa ترهم إذا you need to take يعني rapid decision ultrasound enough to exclude for urethral stone and appendicitis. What's your opinion? ECG electrode. هاي اللاين بيها لاينز ولا لا؟ بيها خطوط هوايه ولا لا؟ موجود. اذا خلاص interstitial disease. The most common cause of interstitial disease on the top. Heart failure. Interstitial pulmonary edema. Interstitial disease, interstitial pulmonary edema. يعني heart failure. دكتور اكو ستريتنينج بالليفت كاردياك بوردر. مو مشكلة يعني احنا الدايجنوسيس هو هارت فيلر. اوكي.
بشوف انه البيشنت على مونيتورز هاي موجوده تشيست طائرات هاي رابطي على المونيتور نعم هو علق زميلك صحيح قال سأكو ستريتين يعني أكو شيء نعم درس ستوب نعم هذا صغير ستوب اللي بداخل الإنت طيب وبعد أحد ينتقل لسجن آخر أحد يعين ولا يعرف أي بس أشوف بس أي شيء أوستيوبروسيس طيب إيروجنز دكتور بالأبر أبر إلياك مارجن مثل إيروجنز هذه إيروجن دي أبر إلياك بعد يلا بنا هذا ما بنا بلف أكون ردي لوسة تقصدين هنا بالبول مثل إيروجن يعني تمام بعد ليس فرائل هاي الإكس فرائل شنو طالع بي شنو طالع بي ساكرا بلبس و هيدا فين بيبوز صح؟ تلبس فوز سبب إذا بلبس ليش ما طلع العدو من بلبس كامل يعني في قاعد من بلبس أورجان وثاني شيء كلاسيفيكيشن كومن بالبلبس أشوفه وهواي هو يرتبك السؤال أكو شيء يسموه فليبوليف اللي هو كلاسيفيكيشن بالبين ما البلبس بس كوشان انتيما أوفرلاب وكومن على باول ليش لا يجيب بلبس بس ليش ما يجيب أبدو من كامل وأشوف الباول كلها من فوق من جوا هذه أي دقيقة إذا أشوف السيكم والركتم والهاي الأمور أشوفها الطريقة هاي لا تزنا توجه كويس بوليروجين هاي غازز غازز بالباول فعلا على هذا الكلمة هذا الميتافيسيس وهاي النكس وهاي الهيد شوف هنا كمية والهيد ما في ما شنو رأيك الراديو لوسنسي مزدادة مالتها ريديوس دنسي صار بيها شورتنينج شو اللي يخلي بيها شورتنينج ممكن يكون كونجنيتال فراكشر هو سمبلي البون طيب اتراكبت يعني صار واحد قدام الثاني من البون فراجمنت فصار شورتنينج هاي فراكشر لك في ون فراكشر لك في ون نعم فراكشر لاين بين صار الباكشن
لاين هذا هذا سكليروتيك لاين بون على بون راكب فصار سكليروتيك لاين شورتينج بس مو حقها it is indirect sign of fracture number 2 الترافيكولي بالبون هاي الخطوط صار هوريزونتال والاوبليك مال الفيمر ما موجوده هنا this is simple indirect sign for fracture شو اسمه هذا الاستدي التراساوند دوبلر دوبلر التراساوند طلع لنا فيلوسيتي قاعده نازله هاي بيكس كلر دوبلر اليوزز اوف دوبلر فلويد اني وير شلون فلويد بالفيسلز بال نعم عفوا شو فلو مال البلد وين يا بلد ها بال بالارتريز ما شنو يعني بالباريكوز فينس بالفلوب اللور الأقل سيمبل اوكي وكان يستدي دي ابدومينال فيزرا سواء الميزنتريك ولا الاورتيك دوبلر استخداماته ويا الايكو على مود الفالف هما الفالف اوكي الدوبلر نشوف بيه كاروتيد ارتريز الدوبلر نشوف بيه الفيزلز يعني الامبلايكال ارتريز على مود نشوف التنويه مال الطفل صحيحه ولا لا البيبي الاي جي ار انتريوتراني جروث ريتارديشن ولا لا this is can be judged according to the Doppler parameter اوكي تيستس والأوفريز هاي مودي نشوف الأوفري أو التستخدام بيه التورشن ولا لا إسكيميك ولا لا أوكي الليفر على مودي نشوف البورتال بين أكو هايبرتنشن ولا ماكو هايبرتنشن أكو باريسز يعني بمعنى آخر ولا ماكو باريسز أوكي استخدامات هواية فمرات تجي السؤال يعني على مود هاي الاستخدامات don't lose this يعني شو اسمه السيدي ها؟ بيت سكان هذا بيت وهذا بيت تو سي تي هذا بيت تو سي تي يسموه بيت سي تي سكان كومباين بيت سكان و سي تي سكان استخدامات مالته مين يوزز؟ تيومر ها؟ for staging to exclusion of other metastatic disease. Come on, معنا. So literally lung lesion, تعرفها هاي benign ولا malignant. لا بدك تعرفها بالCT ولا بالX-ray. وحبيت انت تطلع بنتيجة لانه هذا patient خليه هون. فلو اقول لا, patient on lymphoma. وماخذ chemotherapy. وطلعت عنده نوديول صغيرة تي تعرف هاي سكار ولا هاي ريكرنت لمفوما سويها بيت سكان سي تي سكان واحدة ما يفيدك لازم وياها بيت لازم تنطي راديو نوكلايد ماتيريال على مود يشوف انه صاير ابتيك فيها ولا تلونت هاي النوديول ولا لا هاي الابدومينال اكس راي احنا مو قلنا ناخذ البلين ابدومين بالامرجنسي البلين ابدومين بالامرجنسي تيكن فور تو اكسكلود يوجوالي اي بيشنت ويز اكيوت ابدومين انت لازم تسوي له ابدومينال اكس راي جات للطوارئ يشكي من اكيوت ابدومين ما بيها مجال لازم تسوي له ابدومينال اكس راي اوكي يعني اكيوت ابدومين ده اقصد فيها سيفير ابدومينال بين نوزيا فوميتينج tenderness بال examination this is acute abdominal لازم نسوي له abdominal x-ray ليش to rule out intestinal obstruction كل patient لازم نسوي له plain abdominal x-ray to rule out intestinal obstruction زين بال plain x-ray شو نشوف of the abdomen نشوف ثلاث شغلات
التشيست بالله كنا نشوف اوباسيتي وبها البروتوغرام وهاي السوالف. بالابدومن نشوف ثلاث شغلات مهمات. اوكي الهواء الموجود بالابدومن داخل الباول ولا خارج الباول؟ هل الباول دايليتد ولا لا؟ اوكي ذس از نمبر 1. نمبر 2 اكو كالسيفيكيشن يعني اكو ستون. نمبر 3 اكو سوفت تيشو اوباسيتي اكو ماس. اكو سوفت تيشو اوباسيتي شايفها ولا لا؟ فاذا اذا ردنا نحكم على الجاز شادو الموجود بالابدومن هذا نورمال ولا ابنورمال؟ طبعا فور شور ذس جاز شادو اول ان ذا ان ذا ذا باول اول ان ذا باول ان سمبل واي The small bubble cannot be seen by X-ray. The gas in a small bubble is not seen usually. بس مو دائما مو 100% مشوفة. ممكن نشوفة بدل ما موجود جوز هنا أكو لوب صغير هنا هواء صغير موجود بهالمكان هذا. جوز موجود هذا بال small bubble بس هذا الغاز الموجود بال small bubble ما نافق الباول. ما نافق يعني انت ما تشوف باول لوب كامل على طول على عرض الابدومين. ما اقول لك انت ما تشوف السمول باول لوب هذا كامل على عرض الابدومين اذا السمول باول از نوت دايليتد هذا الجاز نورمال. اذا شفت نورمال جاز وتيجي تعرف اللارج باول اللارج باول تعرفها من الفيكم ماتيريال ويوجوالي سيكم بريزنت بالابدومين لازم نشوف انت جاز وفيكم ماتيريال موجوده بالسيكم ولازم نشوفها بالركتم. وجود الجاز بالركتم وبالسيكم يخليك اون سيف سايد ذيس از نو انتستينال اوبستركشن ات اول. اوكي نو انتستينال اوبستركشن. الدور على ستون اكو كالسيفيكيشن ولا لا؟ هاي مكان الكدني وهاي مكان كدني اكو بيها شيء هنا اكو بيها شيء هنا لا. اليوريتر عاده ينزل قدام الترانسفيرس بروسيس مال فيرتبرا وهنا ايضا ينزل قدام الترانسفيرس بروسيس او فيرتبرا. ماكو كالسيفيكيشن داون تو الفيلبس ذير از نو كالسيفيكيشن. بس اذا معدت شويه بالنظر راح تلقى اكو فشي راوند كالسيفاي شادو ان ذا رايت الكتروسيل قدام الالكترون. هذا مو كورس مال يوريتر هذا مو كورس مال يوريتر هذا الكالسيفيكيشن هو كالسيفيكيشن انسايد ذا ابندكس يسموه ابنديكوليت. مو اكو جواب بالبلبس فشي اسمه فليبوليث كالسيفيكيشن انسايد ذا فين. مرات يصير ايضا كالسيفيكيشن انسايد ذا ابندكس يسموه ابنديكوليث. الفليبوليث ما مهمة جدا ابدا لكن الابنديكوليث when it's present it means there is appendicitis لان هاي الكالسيفيكيشن باللومن مال الابندكس يصير اللومن فيحتصل الفلويد باللومن ويصير الانفلاميشن فالبيشنت يجينا سيمبتوم اوف ابندسايتس. اذا شفت هاي الكالسيفيكيشن يو هاف تو سيند بيشنت فور ات فور الترا ساوند. هذا الالترا ساوند مالته وهذا الكالسيفيكيشن المأشر عليه وهذا الابندكس من هنا الى هنا. اوكي كله انفليم والانفلاميشن كان بي يعني اسيست اكوردنج تو ذا دايمتر اوف ذا ابندكس رافلي. فإذا كان الديامتر of the appendix more than 6 millimeter it means that the appendix is dead. Play the abdomen of the X-ray taken by emergency to rule out intestinal obstruction. Okay? Standard X-ray نشوفه بالأبدومن of the X-ray كشغلات. هل الباول dilated obstructed ولا لا؟ اكو فري جاز ان ذا ابدومن ولا لا؟ وراها تروح شوف اكو كالسيفيكيشن ولا لا؟ اكو سوفت تيشو اوباسيتي ولا لا؟ اوكي
شيء قبل أي سيشنال تكينا راحل، وأصور يعني كافي أنه أنتوا تأخذون فد إمبريشن على هذه الليجن. شنو هذه الليجن الموضوع؟ دايفراماتيك أوباسيتي بيضة لارج سيست كمصعد البول وش اسمه شو سميه سميه لارج سيست أو لارج كافيتي. وين موجودة؟ موجودة باللف لاين أوكي؟ موجودة باللف لاين. وهذا سيت سكان مالته. أكو ميديا ساينر شيفت تلاحظون اللي تريكة وين رايحة؟ أكو ميديا ساينر شيفت كبيرة الماس كبيرة عفوا دكتور الباول موقعها طبيعي هيك؟ الباول موقعها طبيعي هاي الاستاذ وهاي الباول بالاكس راي ما مبين الداخلي هالزين سويت لها سيت سكان فبين الداخلي اكثر من شغلات شنو هاي السيست؟ عرفت رابتشر هاي السيست هاي كلها دوتر او ممبرينز من دوتر سيست اوكي وهذا الهواء الداخل لها من البروكس رابتشر هاي سيست كبيرة اذا قدرت تعرف المكونات مالتها اكو فلويد بيها اكو سوفت تشو بالاكس راي كان لدينا سيت سكان از ذا ديستريبيوشن اوف شوكس يوروغرام ها ام ار اي 4 ها 4 شنو من الابدوم طالع قدام شنو من الكبد طالع قدام بالبيكاليسا سيستم إذا تصوير للبلبيكريسا سيستم شو يسموه التصوير للبلبيكريسا سيستم شو يسموه تصوير للبلبيكريسا سيستم ولليوريتا شو يسموه يوروغرام يوروغرام تلوين المنطقة يسموه يوروغرام و ام ار اي صار ام ار يو شال الاي وصار يو مقابل ام ار يو سمحة إيش ده شو بالكيدنيز؟ سيمتريكال؟ لا أسيمتريكال إذا تلاحظ هذا البلبيكاليسا سيستم فهواية أكبر من هذا البلبيكاليسا سيستم الدايديكيشن هذا يسموه هايدرونفوسيس دكتور أكو استركشن باليورتر من ينزل اليوريتر بي اوبستراكشن شنو الكوز مال هذا الدايليتيشن يوجوالي ذير از اوبستراكشن خاصه للادلت واذا تلاحظ بانه ذير از سيفير ناروينج اوف ذا بيوجي في اليوريتر جنكشن سيفيرلي ناروينج ليش ما سويت له انا هذا المريض ليش ما سويت له سي تي سكان او سويت له اي بي يو اي بي يو عادي حطيته كونتراست وشفت الكدني شلون نزل المايه دكتور هو عنده اوبستراكشن ها هو عنده اوبستراكشن بالكدني هذا هو الفروز عنده اوبستراكشن اي تنطي اي في يو شنو مش هو اي في يو على مود عارف الاوبستراكشن موجود ولا لا اذا عاد عملت لا بيو نسوي على مود هيش تتونس وشوف الكدني عندنا ليش هذا سوينا له ام ار اي ما سوينا له لا سي تي سكان ولا اكس راي يعني ولا اي في ها بين قوسين what are the indications for MRU هسه واحد عنده رينال فيلير اوكي هو رينال فيلير اللي نعرف هاي obstructive عنده dilatation
ده تعرف هذا الاوبستراكشن الدايليتيشن اوبستراكشن بالكدني ولا لا؟ عند رينال فيلير، الرينال فيلير ما قدر انطي كونتراست، الكونتراست يزيد الكين بلل لانه هو يسوي نيفروتوكسيسيتي، اوكي، فما قدر انطي ماده ملونه اللي هي استخدمها بالاي في يو بالسي تي سكان. اذا انديكيتد الام ار يو فور ذوز بيشنت ذات هاف كونترا انديكيشن للكونتراست ماتيريال، لان بصراحه الام ار اي او الام ار يو بدون اعطاء اي ماده ملونه داخل المريض بس للقبهايه للكاب يصور الام ار يو يطلع بدون اي اعطاء اي ماده. فايتس سمبل سمبل اند نو هاو. اي نمبر 1. النمبر 2، بريجننت فيميل وصيح من قصرته، اكس راي ما اقدر اخذ لها، الترا ساوند فشل انه شوف لي اي شيء، قال بس دايليتيشن، يعني ما غير الموضوع، لا قال اكو ستون، لا قال اكو اوبستراكشن، اوكي؟ لا قال انه اليوريتر دايليتد ولا مو دايليتد. تعرف كل الزين بانه رايت كدني فور اكزامبل كومونلي ذير از هايدرو يوريترال نيفروسيس اللي هو يسموه فيزيولوجيكال دايليتيشن او بيلبيتيس اسيستم بالبرجنسي. اوكي؟ بالبرجنال فيميل قدامك فحصين، يا اما اسوي له دوبلر او اسوي له ام ار يو، تمام؟ جماعتكم اخر سيشن قلت لهم باشر يجيكم فراكشر، قالوا لي سهل، قلت لهم يلا هذا فراكشر ولا لا؟ ترى اكو فراكشر، عرفت فراكشر بدون ما اقول لك اي شنو بي؟ شلون عرف ما بلاي مال فراكشر؟ 20 تي الهيستوري من الهيستوري دكتور ولا بالهيستوري؟ الهيستوري ما لي علاقه بالكرونيك، كرونيك فوت بين، ها عفي علي، شفت كالاس ريال فراكشر ما شفت، اللاين مال فراكشر ما شفت، بس شفت الكالاس. اكثر فراكشر يسموه ستريس فراكشر، هذا اللي يجي من ماسكولار سيفير ماسكولار كونتراكشن، العدائين اللي هواية يطفرون، اوكي مارش فراكتشرز، هذول على ظل التروما، ومرات خلاص ينسى التروما ويمشي لاعب بالملعب هم يتعرض للتروما ويقوم الحيلة، اوكي ورا فترة تبدأ الديسابلتيز، هذا فراكتشر، اوكي هذا مو كان، اوكي ما بتحرك البون، بس هذا العظم داخل الترابيكوليشن مال البون كلها هاب سيفير شيرين فورس عليها وطقت، اوكي فصار الاركيتكشر مال البون نوت نورمال، فصار لايك فراكشر، اوكي سام تايم كان نوت بي سين، اوكي جاست كالس فورميشن. دكتور شوف ريال فراكشر يعني whenever we see callus اكو فراكشر حتى اذا انا ما شايفه. اه جبت لهم بنفس السيشن جبت لهم ستريس فراكشر بالكالكينيوس، جبت لهم ستريس فراكشر بالكالكينيوس، يا شنو هذا؟ قالوا هذا فراكشر، شلون عرفتوا؟ قالوا دكتور هذا بي لاين ابيض وكالس فورميشن، يعني هو ماكو غير اللاين شنو بالبون معناته فراكشر، شو اسمه هذا الفراكشر؟ قالوا ها، قلت لهم هذا ستريس فراكشر يصير بالرياضيين، واحد من كثر ما يركض صار سيفير كالف كونتراكشن، نقول عليه صارت عنده شو اسمه تمزق او صار عنده كونتراكشن هوايه بالكالاس مصر، شدت على الكالكينيوس هاي تندو اكيلس وصار في شويه تير فراكشر بالبون، بيسموه ستريس فراكشر، هذا ماسكولار بالرياضيين يصير، بالرياضيين يصير الفراكشر بلاك ذس،
بالتمارين بالإحماءات وكلش قوية. إذا أنت جبت لك دام بايسكل وبالبيت قمت تلعب كلش هواية ممكن تتعرض للفراكشر هذا. البارحة قلت لكم فالشغلة صغيرة من يشوفون تشيس اكس راي بهالطريقة هاي. إذا يشوفون تشيس سمبل إذا يشوفون opacity on the left side. opacity on the left hemithorax. ألوان مختلفة للهيميثوراكس. الرايد كله يختلف عن الليفت. أوكي. ماكو opacity بقاع واحد. على مود كل هاي consolidation ولا كولابس. هذا مخطط هذا مخطط وهذا عدل ياهو نورمال هذاك النورمال اللي بساي اللي مخطط هو الابنورمال. شلون دكتور؟ يعني هي لانج واحدة ليش تتخطط؟ ليش هذا خط؟ هذا خط ليش موجود؟ أو ليش هذا اللون يختلف عن هذا اللون؟ compressed. ها؟ lung compressed. compressed lung مضغوطة. زين. هاي lung ليش قلت عليها lung هذه؟ ليش قلت عليها normal؟ تشوفون الكلمة arteries. هاي البلاد فيزلز هير اند ذير الحياة مال اللنج الحياة مال التشو بلاد فيزلز. اوكي هاي هنا انا وين البلاد فيزلز لا اشوفها زين ها مدى اشوفها يعني هيش سمول بس هنا بس بهاي المنطقة البقية كلها مدى اشوف بيها بلاد فيزلز صح ولا لا مدى اشوف بالمنالي ارتي إذا ما شفت بالمنال آرتيز وسواد موجود يعني هذا السواد وين؟ هذا نيموثوركس هذا هوا برا اللن مو باللن spontaneous فيها بلاد فيزل يصير هوا باللن المفروض البلاد فيزلز كلها تقيل مثل هذا مقبول ما شفت البلاد فيزلز that air is outside the line يسمون نيموثوركس in the blood cavity بس ذلك مخذينا بالإكسبيريشن ومأخوذة بالإكسبيريشن وأنا يمكن بالمحاضرات مال الشيء قلت لكم إذا نيموثوراكس صغير وأخذت له إكس راي أوكي وبعدك ما مقتنع أخذ له إكسبيريتور فيو لأن الإكسبيريتور فيو إز دايجنوستيك فور سمول نيموثوراكس البيشنت يطلع النفس من يطلع النفس اللنج تفرغ المفروض إذا أكو هواء برا اللنج راح أشوفه بوضوح هذا هم يطلع الهواء من هنا فوق كل الاير الموجودة كل هنا كل هنا وين هلو بس بيضا لأنه هو جاه بلاد بزرد أبواي يعني صار يكون جسد من ديش راحت ده يصير اكسجينيشن وهواي شنو ده يعوض الموضوع يعني بس كومبنسيتوري لا البيشنت شويه روتيتيف ما جينا كل شوية على الفين أبدومين بس يعني هاي أبدومين على الإسرائيل وهذا البيشن طفل صح ولا لا طفل بعد هاي الإفسس بعد ملاحمة وهاي ملاحمة كلها طفل هذا بعد ويشكي من كولي البابل دايليتد ولا لا؟ اي البابل دايليتد اي اي ها
هاي البول ده شوفه هنا ما كنت استنى اوستراكشن دايليتد او على الاقل متلون البول روز فما طول متلونه بالهواء بول روز فالبول روز ذس از سمول بول دايليتد شنو الكوز مال انتسام الاوستراكشن شنو الكوز مال انتسام الاوستراكشن غالبا يكون اديجنز واحد مسوى عمليه صار اديجنز الاطفال يصير عندهم باند صح يصير عندهم باند ممكن يسبب الاوبستركشن لكنه الاطفال غالبا